بيان إلى رأي العام بإرادة أمهات الشهداء والجيريلا، سنقاوم الأسلحة الكيماوية ونتحر الاحتلال والخيانة، لنقف معا شعوبا وإرادة وجموحا نحو الإنسانية والكرامة والحرية ضد ممارسات الاحتلال التركي وحرب الكيماوية ضد قوات الجيريلا وكل ممارساته العدوانية في المنطقة. ما زالت دولة الاحتلال التركي تمارس حرب الإبادة بحق الكرد، مستخدمة كل أشكال حربها القذرة السياسية منها والإعلامية، وكذلك الحرب العسكرية الشعواء التي تشنها على حركة حرية كردستان والجيريلا في ذرة جبال كردستان، مستخدمة الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا. ولم تتوانى حكومة العدالة والتنمية والقومي التركي المتحالفة معها عن الخوض في كل السبل للنيل من إرادة الكرد وسلب مكتسباتهم وسحق هويتهم وحريتهم في كل مكان، متآملة إعادة أحياء ميثاقها الملئي والتوسع في المنطقة على حساب إرادة الشعوب والشرعية الدولية، ضاربة عرض الحائط بكل المحرمات الدولية وخصوصا اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي دخلت حيز النفاذ في 29 نيسان إبريل، وخصوصا اتفاقية إبريل 1997، وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة على المسعى العالمي لإزالة الأسلحة الكيماوية بشكل دائم. تشن الدولة التركية حربها على الكرد في كل مكان، وخصوصا في باكور كردستان، عبر وسائلها الأمنية القمعية والسياسية الزراعية لزج الآلاف من السياسيين والنشطاء في سجونها الفاشية، ولتمارس سياسة كم الأفواه بحق الإعلاميين والنشطاء والحقوقيين في السعي منها لطمس هوية الشعوب وكبح حريتها. وفي باشور كردستان لم يوفر جيش الاحتلال التركي أي وسيلة لمحاولة قمع إرادة الجيريلا ومقاومتهم التاريخية في مناطق الدفاع المشروع بزرع كردستان، وللأسف الشديد هذا يحدث بمساعدة الضابور الخامس من أبناء الجلدة، وبعد أن وصلت بحربها الوحشية لعنق الزجاجة لتلتقي الضربة تلو الأخرى على أيدي مقاتلي الجيريلا البواسل. إننا كأمهات الشهداء نتوجه للعالم والشرعية الدولية وكل الديمقراطيين وأصحاب الرأي الحر للخروج عن الصمت وفضح ممارسات الدولة التركية المارقة والتي تضرب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وبقرصنة دولية واضحة، وخروجها من كل المحرمات الدولية وليس آخرها حربها الكيماوية ضد قوات الجيريلا. ونطالب بإرسال فريق تحقيق دولي، وخصوصا من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، للتحقق من استخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، لوضع حد لهذه الممارسات التي تشي لا إنسانية وكل القيم التي بنيت عليها الشرعية الدولية. كما نتوجه لشعبنا وكل الشعوب الحرة لرفع صوتها عاليا ومقاومة الاحتلال التركي وأسلحته الكيماوية ومسايرته بكل السبل المشروعة.